طردوا 4 دبلوماسيين روس من فيينا متهمين بالتجسس. صدور أحكام بالسجن المؤبد على المشاركين بهجوم فيينا 2020. استطلاع للرأي يظهر أن الحكومة النمساوية قابلة للفساد. الحكومة تمنح مكافأة المناخ للذين لم تصرف لهم العام الماضي. الممثل أرنولد شفارسنيغا يدعو حماة المناخ للقمة السابعة في فيينا. حشرات ضارة تغزو المحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت النمسا اليوم طرد 4 دبلوماسيين روسيين بسبب تصرفهم بطريقة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. وقالت الخارجية النمساوية إن 2 من الدبلوماسيين الأربعة أعلن غير مرغوب بهما وأبلغوا بمغادرة البلاد بحلول 8 فبراير الجاري، بينما يعمل الآخران في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في فيينا. ولم تذكر الوزارة ما فعله الدبلوماسيون، فيما صرحت الخارجية الروسية بأنها سترد على النمسا بالشكل المناسب. أصدرت محكمة فيينا في وقت متأخر من ليلة أمس أحكامها بخصوص هجوم فيينا 2020 بالسجن المؤبد 4 أشخاص وتبرئة 2. وقالت المحكمة أن الحكم على المتهمين بسبب تورطهم في مساعدة منفذ الهجوم الإرهابي والذي قتل فيه 4 من المرة إضافة للقاتل، وفرضت أقصى عقوبة على المتهمين 4 بالسجن المؤبد، فيما تمت تبرئة 2 من المتهمين، ومع ذلك تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 2 بسبب عضويتهما في تنظيم داعش، والأحكام ليست نهائية. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب أن نصف أعضاء الحكومة النمساوية والبرلمان معرضين جدا للفساد. وحذرت أندريا فروناشوتس مديرة المعهد من أنه إذا استمرت الفضائح دون عواقب فإن مصداقية المؤسسات الديمقراطية تتضرر، وتتماشى هذه النتائج مع التقارير الأخيرة التي تشير لتراجع مستوى النمسا في مكافحة الفساد الصادر عن منظمات أوروبية ومؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وقد شارك في الاستطلاع 1000 شخص. أعلنت وزارة المناخ أنه اعتبارا من اليوم يبدأ صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة المناخ لعام 2022 ل450,000 شخص في النمسا. وبحسب الوزارة يتلقى الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى النمسا خلال النصف الأول من العام الماضي والمواليد الجدد أو من تم توضيح وضعهم بموجب قانون الأجانب، تأتي المكافأة تلقائيا عن طريق البنك أو بالبريد، وتسلم القسيمة من النصف الثاني من فبراير الجاري، واعتبارا من الخريف هذا العام يتم دفع مكافأة المناخ مرة أخرى. دعا الممثل الأمريكي أرنولد شفارسنيغا حماة المناخ من جميع أنحاء العالم إلى القمة العالمية للمناخ في فيينا للمرة السابعة. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية تبحث القمة في منتصف مايو القادم عن حلول لأزمة المناخ، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس فاندربيل. ويركز المؤتمر على الوضع الجيوسياسي الحالي وتأثيره الكبير في التعامل مع أزمة المناخ وإيجاد الحلول مثل الاقتصاد الدائري والمباني الخضراء والتخطيط الصديق للبيئة. حذرت النمسا من آثار التغير المناخي على قطاع الزراعة الذي أدى لانتشار آفات وحشرات ضارة غير محلية أصبحت تغزو البلاد بشكل متزايد. وحذرت وكالة الصحة والأمن الغذائي من خسائر انتشار حشرة الأرز الأخضر والتي تسبب أضرارا جسيمة في المحاصيل الزراعية، وأعلنت الوكالة عن آلية لمراقبة الحشرات الوافدة، وحددت النمسا لنفسها هدفا بيئيا بحلول عام 2040 بتقليص وإزالة انبعاثات الكربون في جميع مجالات الحياة. فهل برأيكم ستصبح أوروبا من المناطق الحارة؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.